فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أم هاني تقول والدها اعتاد أن يختم القرآن في كل عام في رمضان، لكن في هذه السنة بسبب أنه ضعف بصره لم يستطع ذلك، فطلب بابنته أن تختم القرآن عنه، فهل ما فعله مشروع أم لا؟ هذا الفعل جائز عند جمهور الفقهاء، وفقهاء الحنابلة يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، وخلافا للشافعية الذين يرون عدم مشروعية ذلك. لكن أكثر أهل العلم وهو المنقول عن جمهور السلف يرون صحة ذلك. فإذا فعلت المرأة هذا الأمر لأجل إدخال السرور على والدها فيدخل هذا في البر وينفعه ذلك ويصله الثواب إن شاء الله، لكن لا يبالغ في هذا. يعني هذه الفتاة أيضا تقرأ القرآن لنفسها، لكن لو طلب والدها منها ذلك فلا بأس بهذا العمل. هذا العمل عند جمهور الفقهاء مشروع ولا بأس به، لكن ينبغي عدم التوسع فيه، وأن يكون هذا خاصا بمثل حالها هذه الفتاة التي تريد أن تبر بوالدها وتجبر خاطره، وأنه يعني كل عام يختم القرآن وهذا العالم يستطيع أن يفعل ذلك بسبب ضعف نظره، فتريد أن تجبر خاطره بذلك فتهدي له ثواب هذه التلاوة، لا بأس بذلك عند أكثر أهل العلم، لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك.